مصطفى. مصطفى الله نظرات انت بيها يعني؟ والله اذا ربي كاتب لي اني باخذه. انا احس انه مقاسي. ها؟ تحس ايش؟ تحس ايش؟ شلون؟ جاي على راسي. تحس المن؟ احس مقاس راسي. مقاس راسي. طيب تعال 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 يا سيدي. هذه هدية ابى اسوي لها انبوكسنج. نعم. يقول لك يقول معاذ آل غرامة أعطاك الله قبول كل ما مر العرب طاريه تلج أصوات وما بين نعم بين نعم وحي هذا الطاري. معليش إني أتلخبط من الهدايا. هذا من عبد العزيز العوني خوي أخوي خالد سهلي. والله نعم. الله يبيض وجهه ويجمل حاله. أحرجني. وذا الحين انبوكسنج. بسم الله الرحمن الرحيم. شي عاملها معاملة لطيفة. كتبت على مديدك. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله اني سيء. انا اتوقع انه اصبر. تيشيرت. لذا قلت لخالد تيشيرت. بسم الله الرحمن الرحيم. وبلبسه الحين على طول. بيض الله وجهك يا ابو حمد انت عبد العزيز باذن الله اني لا قابله ولا احب على خشمه. تعال 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 خليك تشوف. طبعا هو اعطى خالد ثلاث تيشيرتات مكتوب عليها قلب الاسد. انا اتوقع ايش بيكتب. ممكن صاعقة والله اتوقع. اللهم صل عليك يا نبي الله. اصبر خليني اشوف من اصبر اصبر ما تشوفها انت المفروض. هلا بك اول شيء قبلك تعال. ايوه هلا اصبر تعال احنا نوريها الكاميرا قبلك. تعال يا ابو حمد تعال. والله تعال يا ابو حمد تعال يا ابو حمد سريع عشان نبدا الذي فيها اشياء. تعال يا ابو حمد لا تقتل المتعه يا مسلم. تعال بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا تعالوا ايش تتوقعون ايش تتوقعون فيها؟ العزبه من الادية. ها تيشيرت العيش نوريهم اياها قبلك. اصبر لا تقرا لا تقرا في كلام. انا حتى في كلام شوف الله خليه يقرا الكلام حتى يعرفك يا اخي. اقرا كلام اللي معاك معاك نهائيا. شوف اقرا كلام. هاي شو؟ ها؟ سواعد. لا تقتل المتعة يا مسلم. بلوفر. الله اول شيء بيض الله وجهه. بيض الله وجهه وجمل الله حاله. بيض الله وجهك يا ابو حمد على الاخوه اللي خل 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 يشهد الله انه خل الواحد خل الرجول كذا 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 اخرس. اشوف بالله اشوف ديستانس. اصبر اصبر ثلاثه اثنين اثنين واحد. هلا والحب روح الزربك يا عبد العزيز اجلد يا ولد. روح 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 البس البس دلحين دلحين بيض الله وجهك وجهك دلحين دلحين والله ينزل لك اوت فت خلي الكيك ذي كانه ارياض جاكيت تيشيرت يا ابو يا ابو يا بعدي ولد اللي عاش شو تقول يا ابو سعود؟ النبك كنت في نبك يا آدمي نبت نبت إيه كنت في ابتدائية حلو معي أبو فراج كنت في الابتدائية اشتريت منها 10 عشان في ريال كان عندنا مدير عندنا نفس الابتدائية نفسها في شجرة حق اشجرة واحدة حقت نبت حلو شايف إيه
موجود. والمدير يعرف اني انا احبه مره. المسكوت. دائما اطمر الشبك وادخل داخل وانتف ولا جاء اقطف ولا جاء زبنت. لا اقطف اللبس من الشجر. لا اقطف. دهول دهول يوم كان صيف. ما جيت حد باب العمل. لا 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 انا ارقى اقطف بيدي. بعدين يوم من الايام جاء المدير ووصل العمال يقطفوا منه فهمت؟ جابوا بصحن. جاء دخل فصلنا يعرف ان ولا واحد من اخوينا بياكله، عارف ان انا اللي باخذه فهمت؟ يقول من ربع على اخوياكم اللي يبي ياخذ منه حبه ياخذ منه ما يبي يعطي لوره ويمر على اخويا يقول لابوه يجيني كامل ما حد خذ منه حبه واحده واقل كامل انا المدير داري علي جبت جاب لي اياها شكر شار عشان السوالف تجي ويجي مره في الطلعه ويفك الشبك يدخلني فيه يسكر الشبك قال قفلهم والعيال يقولون لسه انا بنطلق الطلب الا انا داخل ارقى في الشجره واقطف 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 يزن ذيك الايام هم يوم اني تخرجت من صف سادس والمديرنا يتخرج معي صراح يقولون تقاعد يزن لكن الله يستر عليه المحتاج عبد الرحمن البيز الله يذكره بالخير بس عم من هذا المنبر ذيك الايام وش يقول صابني يحب كل مره حمو يا ناس ذيك الايام ماني بناسيه المحتاج تقول واحد مش بدي صابني عبد الله ما صابني يحب كل مره حمو يا ناس انا صابني لعبت كل مره حمو يا ناس ماني بناسيه تدري ايش يقول الشمعه اللي تجيب النور ودنا بالطيب مرزنا جحاطي جحاطي كل ما تخلص مع الناس كانك تغش يدك لا مدتها لا تحرى وش تجيب كان جاتك سالمة حب يدك خش وخشها كل ما شبيت نار المحبة ما حبيب قام يسحب في مشاهيبها ورشها كل ما واجهت في الزمن وجه غريب مثل ما قال المثل دام تمشي مشى مشى اي والله دام تمشي مشى طبعا اللي قاعد يستمع ما تشوفني قضاتك مشيت عاني امشي امشي حتى اكثر شيء في الدنيا صبر عليه مشي بس شو يقول؟ لا تعاين بي صح؟ هذه القصيده تذكرني بخوي مشاري واحد من الربع اسمه مشاري بن جرشان نعم. طبعا ابوه معروف مشهور بن جرشان شاعر العرضه ايه توفى ترى قبل شهر الله يسلمك الله يرحمه ويغفر له عندي خبر تدعوا له كلكم جميعا الله يرحمه الله يرحمه والديه الله يرحمه وكل من فقد له خالي اللهم امين الله يجمعنا بهم بالفردوس الاعلى شو يقول؟ يا بايع الورد هذه اللي امس اللي يقول يا بايع الورد لو مروك غيم ولتين يمكن ورودك تخليها على فالها ودعتهم ربي وحصنتهم مرتين من شر سود الليالي العوج واهوالها سلام رجعت بي للورا بالذكريات سنتين الذاكرة من سمح لك تفتح اقفالها تضلي علي سبحة ورسالة وردتين هدية لا طرت ما تدري الحالها انا عدو الحزن قد قلتها من سنين واليوم بقولها واجدد ارسالها انا عدو الحزن قد قلتها من سنين واليوم بقولها واجدد ارسالها يسالني الشوق من زود الشعور الحزين ليه البدايات ما تبقى على حالها يسالني الشوق من زود الشعور الحزين ليه البدايات ما تبقى على حالها من جرب الفقد ظن ان المواصل كمين ومن يعرف الضيقه يغني بموالها قولوا لذات العيون الناعسة كلمتين تطريف بالي وهي ولا على بالها قولوا لذات العيون الناعسة كلمتين تطريف بالي وهي ولا على بالها الشامتين أدري إنها تمرض الشامتين مثل ما تدري إنها في بالي الحالها قولوا لها والهواء مهما سترته يبين مثل ما بانت قلادتها وسلسالها الشاعر اللي قصيده يعجب السامعين انت قصيده حزينه ما بعد قال الله اكبر الله 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 اكبر يقول الشاعر صح هذا يوصل شعوره وشعور لامس شعوره بالشعور انت لامست مشاعري واحاسيسي يخرب صفرتك يخرب صفرتك الشاعر ماجد واخرون يا جماعه الخير هنا فلاح يقلب من شاعر ويتحول الى ضايع خضروات هل تسأل الشاعر هل هي له؟ لا 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 أمس معي في التدشين لا بعلم ويقول لي أدري الشيل قوية والحين أسألني هي لك؟ تدري أعلمكم شيء الشيل اللمز هذه ما يدري هو ترى هو على الصوت الكريمات ما يدري بس اسمع هو يمشي على كلامه اللي اليوم قبل المغرب اللي يقول تخيلوا فلاح في نهاية البرنامج جحفنا يقول يا الربع ترى ماني بشاعر صدق صدق نفسك كذا بالكلمة خلاص الطلب
خلصت؟ وش طلب؟ كلك. وين ذا؟ العرب قدهم يقومون ويطيحون هناك. هبيتني. حمزة ولا أنت؟ هبيتني. كيف حمزة؟ كلمته؟ إيه. والله نتخ. إيه كلمته. آه طيب أوكي الحساب هنا صح؟ إيه. تدري ودي تكنسل. كأنك بخيل. لا لا لا. العرب يقومون يطيحون هناك. باقي وقت. ونشبنا هناك. باقي وقت. ولا عاد يجي. هو أصلاً بقرته كم؟ سكن. ليلي شتا هذا ليلي شتا اثنين ما عاد ماك شتا راح ليلي شتا ما يحن ليلي شتا ما يحن يدور على المسحن ما جنوبي واحد اهل لحف الجنوب ليلي شتا ما يحن يدور على المسحن ما جنوبي واحد اهل لحف الجنوب هاي ليش تمام كيف بنسى كيف تنساني تحسبني الامر اسمع حبل احنا الحين انا كيف بنسى وكيف تنساني تحسبني الامر بسهوله تشتري بعدي وهجراني والنوايا منك مجهوله دارني ان كنت تهواني من يحب انسان يصفوله او تحد او تحد وصد وانسان يشوف كان الامر بسهوله كيف ينسى وكيف ينسى هل أنت معجب بهذا المشهد؟ أنا تفتح القائمة عندي كلها محسن الأمطارد محسن الأمطارد ملاح محسن الأمطارد أشوف لا لا الخاتم اللي في يدك وش هو؟ أيوه أيوه واجد بن سعد بن بيشة الخاتم اللي في يدك وش هو؟ علق سالفة خاتم أيوه لا هذا والله أنا جديد والله أنا لا لا بعلمك أنا بعلمك علق سالفة خاتم أول يوم فلاح جينا فيه عرفت؟ لا مو بالجديد خلنا راح لا اللي لحم هذا اللي لحمته ليه لحمته خذ بدال خاتم خاتم الخاتم ذا جينا ورجعنا خاتم شوف يرقد بيقوم جاء يوم وتمازحنا عليه يمكن في نص البرنامج الحين انكسر الخاتم ولد يوم انكسر الخاتم لين رفيدي يوم تغير انقلب مزاجه كنه حزن كنه ضاق ما ادري ايش انا ما ادري ايش السالفه ما بكى انا ما ادري ايش السالفه المهم ما ادخل يوم جيت انا جوا ما يدعي علاقه قال يا ولد والخاتم انكسر الخاتم 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 يا ولد حديده ابشر بس سعد يا ابو ابشر بالعوض يا ابو سعد هديته غالي يجيك العلم وياخذ الرجال ويرسله ويلحمه ويضبطه ويجيبه وحي والله عن حمزه وحي والله صدق عليها علشان وينك رايح حمزه اودي خاتم ماجد الحم خاتم ماجد شوف صل على ترى ممكن هدية ولا هدية انت انت سالت سؤال خليني اعلمك سالت سؤال حلو واحد. انا فيني طبيعه يمكن انا اشوف انها ما هي بحلوه جدا يمكن حلوه في نظركم انا اشوف ما هي بحلوه جدا يمكن ما هي بحلوه ابدا انت تقول ما هي بحلوه جدا يعني يا طويل العمر السلامة انا انسان صادق والله بعلم خليني كم والله انسان اسالك بالله لا معلمت يا معلم اليوم بزنس تحسبني قبل غير المعامل انا انسان نهايه البرنامج انكشفوا الخيانه فلا مو بشاعر انت انسان طبعا انسان والله وانتم انتم سكون تخيل انه معلم زمان ما ادري انسان انا اعلمك يا ولد لقينا ديك معاذ لقينا وسط البيضه فك اليوم عبد الله ولد اليوم بزنس كم طيب البزنس كم خليني اعلمك انتم حطيتوني كشفت الامور حطيتوني بالزاويه خليني ابدا اجلس الزاويه اجلس او يا طويل العمر السلام لا ضيقه او يا طويل العمر السلام انا انسان والله اذا حبيت لي شخص خلاص إذا 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 حبيت هذا الأدمي مثلاً فلاح ما أحب الإشارة كذا تعني التهديد أنت أنت يعني سب على سباب اللي ما إذا حبيت إنسان شخص إذا توفى مات مثلاً أنت أسلم أسلم خليس إذا حبيت للشخص والله إني صادق أعطيه كل ما عندي أنت أجيك باللي وراي يدوني ما بقي ذرة وإنك طول السنين تأخذ من عندي يا ولد أعطيه الثقل كاملة هذه أشوف إنها ما هي بحلوة ما أنت تقول حلوة يمكنها حلوة شوي ما هي بحلوة أبدا اثنين قصدك تجي من دفع إذا عزيت للشخص وجاتني منها هدية لا كانت تعطيني العصير ذا ابن فراج هدية تقول ذا هدية مني لك يا أبو سعد عندي سوى الدنيا وما فيها أنا عصير تلقى من نوعه واجد لا والله أنا أدور ندور والله أني صادق اقسم بالله انك نجلس عندي سنين بالخاتم ذا جاني من شخص غالي والله له 3 سنوات والله له كم 3 سنوات الهدايا النبي صلى الله عليه وسلم وش يقول هذا تعب يقول له بعضهم يحسب الهديه بقيمتها ان هذه ب 30000
الهديه قدر من يهديها ان الهدايا قدر من تهداها هي كذا اشوف كيف اشوف كيف عايض انت في البيت العربيه عايض وحطيتها من البيت معرض شوف شوف من هذه الناس مرقع الا والله ان الهدايا على مقدار ومهديها شوف انا اعطاني هديه يقول ليس الهدية قدر من يهديها فإن الهدايا قدر لا ليس الهدايا دقيقة ليس الهدايا قدر من يهديها قدر من تهدى له فإن الهدايا قدر من يهديها أكيد إنها كذا